إنه يستندوا على 3 عواميد بحياتهم. أولى هي الإيمان، إيمان بذاتهم وإيمان بالخير اللي حواليهم. إنه يكون عندهم الشجاعة. يعني نحن بوقت كثير الحياة صعبة، بدها شجاعة، بدها قوة قلب، بدها مجازفة، لازم يجازفوا ويعرفوا إنه حتى لو ما وصلوا لهدفهم ولا شو بدهم بسرعة، بدهم يضلوا يجربوا مرة واثنين وثلاثة. ساكريفايس، تضحية، معلش يضحوا مرات بأشياء صغيرة مشان يوصلوا لأشياء أكبر. آمن فيني ناس كثير، هني زوجي يلي دعمني بكل الطرق، والدتي اللي اهتمت بابني ولولاها ما قدرت اسهر ليالي طويلة للعمل، بابا اللي كان يقول لي دايما انت قدها وقدود ويحملني مسؤولية أكبر، اختي اللي تركت كل شيء وعطتني من وقتها لتضلها تشتغل معي لخلصت الفعالية، فريق العمل والمتطوعين يلي حطوا كل طاقتهم وآمنوا بقضية سمول وورلد لينجحوها.